رحالة وصحفي ومذيع وأديب ومؤلف وسياسي عراقي، هذه كلها مهن رجل واحد حسب ما جاءت في مختلف المصادر التي كتبت عنه، إلا أن حقيقته أكثر من ذلك أيضاً. فعندما كان يعيش في الهند عمل راهباً ورجل دين تقي في النهار وراقصاً محترفاً في الليل، وأيضاً عمل مؤذناً وخطيب جامع ومفتي في أندونيسيا، وصار سباحاً حاز على الميدالية الذهبية في سباقات دولية حدثت في بحر المانش الشهير بين بريطانيا وفرنسا، كما وعرف هتلر منذ أن كان مجرد رسام فاشل، وكان يعطف عليه بالمال أيضاً. وهناك تعرفت في مطعم برجر بروي كيلر بأدولف هتلر، وكان رساماً يرسم على الجدران المطعم. فالرجل عجبني، قمت أجالسه وأنطيه كل يوم دينار. هو رجل بألف حكاية وحكاية، بعضها رويت على لسان ابنته التي تعمل أستاذة في جامعة بغداد لمادة علم النفس. فكيف صار والدها صديقا لهتلر زعيم ألمانيا النازية؟ وهل حقا تزوج بأكثر من 300 امرأة حول العالم؟ وأين هم أولاده وكم عددهم؟ يسعدنا اشتراككم بقناة الحياة هيستوري، أهلا بكم. ولد يونس صالح الجبوري في العام 1904 في مدينة الموصل في شمال العراق، في عائلة فقيرة تسكن في محلة السوق، وهي منطقة شعبية صغيرة. عمل والده ضابطا في الجيش العثماني برتبة يزباشي، ولم يرسل ابنه يونس إلى المدرسة في بادئ الأمر، بل أرسله ليدرس في الكتاتيب للتعلم على يد رجل دين. كان يونس طفلاً مشاغباً يحدث الكثير من المشاكل في الكتاتيب، لذلك طرد أكثر من مرة، وفي كل مرة يعيده والده إلى الملة للدراسة بعدما يضربه بشدة كنوع من التأديب. وبعدها انتقل للدراسة في الابتدائية، وهي أعلى شهادة حاز عليها، إذ أنه وبعد التخرج من الابتدائية انتقل للدراسة في دار المعلمين العالية في بغداد، إلا أنه طرد منها بعد 3 أشهر فقط، والسبب كالعادة كثرة المشاكل والشغب. عاش برهة يتسكع بين المحافظات العراقية، حتى قرر في العام 1923 السفر إلى إسطنبول، وهناك درس في الكلية البحرية، ومن هنا جاء لقبه يونس بحري، رغم أن بعض المصادر تشير إلى أنه حصل على لقب بحري بعدما صدم العالم بعبور بحر المانش سباحة دون تحضير. لم ينجح بدراسته في كلية البحرية في إسطنبول، فعاد إلى العراق، البلد الذي صار يشعر بأنه أصغر بكثير من طموحاته، فقرر أن يكتشف العالم، فسافر مرة أخرى، ولكن هذه المرة اتجه إلى إيران، ومنها انتقل إلى أفغانستان ثم الهند، وزار جميع الدول المجاورة لها، وكان له في كل بلد إما زوجة أو حبيبة. وقد ذكر في مذكراته بأنه تزوج من 90 امرأة زواجا شرعيا، كما ارتبط بأكثر من 200 من خلال الزواج المدني. وقد وصف تلك الزيجات في مذكراته التي أقتبس منها النص التالي: لم أنكح إلا كما جاء في القرآن، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعد رحلته في البلدان الآسيوية انتقل يونس إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد بعدها إلى أوروبا،
استغرقت رحلته مدة سنتين كاملتين، إذ لم يعد إلى العراق إلا في العام 1925. عاد إليها بعد زيارته لعدد من المدن المصرية التي له فيها حكايات شيقة سأرويها بعد قليل. بقي قليلا في العراق ثم عاد وسافر إلى أوروبا. كان له زوجة وأطفال في بغداد، إلا أنه لم يكن يهتم بهم نهائيا. كانوا يسكنون في منطقة ريفية قرب المجتمع العلمي العراقي القريب من شارع سيف الإسلام، حسب ما ذكرت ابنته الدكتورة منى يونس البحري في لقاء مع الإعلامي مجيد السامرائي في برنامج أطراف الحديث. وأضافت في نفس اللقاء بأن منزلهم كان قريبا من مكب عام للنفايات، كانت جميع بلديات العاصمة تكب فيها نفاياتها. تتذكر وجه والدها من الصور لأنه لم يعش معهم مثل باقي الآباء، فقلما كان يعود إلى العراق، ومن بين تلك القلائل عودته في العام 1933. ولأنه كان شخصية مشهورة دعاه الملك غازي إلى القصر وجعله من المقربين من حاشيته، وهو نفس العام الذي صار فيه هتلر مستشارا لألمانيا والسيد الأول فيها، وربما هو من أرسله للعمل على جعل العراق الذي كان بمثابة المحتل من قبل البريطانيين حليفا لألمانيا النازية. رغم أن لا مصدر يشير إلى ذلك، إلا أن ما يدفعني لقول مثل هذا الرأي هو مساهمة يونس بحري في حصول العراق على أول محطة راديو في الشرق الأوسط هدية من النازيين، وصار هو نفسه المذيع الرسمي في تلك الإذاعة التي عرفت بإذاعة قصر الزهور. كما وعرف عن الملك غازي كرهه الشديد للبريطانيين الذين اعتبرهم محتلين للعراق، لذلك تواصل مع ألمانيا على أمل أن يساعدوه في التخلص من الإنجليز. صار يونس بحري الناطق الرسمي باسم الملك، وظل من المقربين منه حتى وفاته في حادث سيارة في العام 1939. وقد اتهم بحري حينها الإنجليز بالتعاون مع سياسيين عراقيين على قتله، فصار مطلوبا بتهمة التحريض على العنف، ففر إلى برلين بعدما حصل على جواز سفر ألماني من السفارة الألمانية في بغداد. وهناك توطدت العلاقة أكثر بينه وبين هتلر، وأوصله بوزير إعلامه الشهير بول يوزف كوبلس، الذي افتتح له قسما في إذاعة برلين باللغة العربية، فصار أحد أقوى الأصوات الدعائية النازية في العالم العربي، حتى أنه أقنع هتلر ووزير إعلامه ببث آيات قرآنية لجذب العرب والمسلمين إلى صف النازيين، وكان ذلك سببا في انتشار شائعة صدقها معظم العرب والمسلمين، مفادها بأن هتلر قد أسلم، بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حين قال بأنه غير اسمه إلى الحاج محمد هتلر. كان يونس بحري هو من يقدم نشرة الأخبار الرئيسية في إذاعة برلين باللغة العربية، واشتهر بصوته وبعبارته الشهيرة: هنا برلين، حي العرب. وقد اقترب من النازيين إلى درجة أن منحه هتلر رتبة مارشال في الجيش النازي، وقد ساهم في توطيد العلاقة بين العراق والنازيين بعد انقلاب رشيد علي الجيلاني، وصار وسيطا بينه وبين هتلر حتى حقق لقاء بينهما في ألمانيا النازية التي زارها رشيد علي الجيلاني، الذي كان يدعم النازيين على أمل أن يطردوا البريطانيين من العراق يوما ما. لم تكن إذاعة برلين باللغة العربية هي الإذاعة الوحيدة التي أسسها، إذ يذكر في مذكراته بأنه أسس 16 إذاعة حول العالم، وأنه كان يتقن 17 لغة ويحمل 15 جنسية لبلدان مختلفة، البلدان التي كان يعيش فيها وكأنها وطنه،
يتزوج وينجب الأطفال ويرحل عنها إلى بلدان أخرى. وحسب مذكراته يقول بأن لديه 365 طفلا ذكرا من جنسيات مختلفة، وأن لا علم له بعدد بناته الفتيات، وبأن لديه أكثر من 1000 حفيد. تقول ابنته الدكتورة منى يونس بحري بأنها قد سمعت بوجود أخ لها في الفلبين يقود الأسطول البحري، وهو برتبة أدميرال، وأن اسمه الرسمي هو رعد يونس بحري. ربما سلوكه هذا وتعاطفه مع النازيين من بين الأسباب التي دفعت الإنجليز إلى ذكره كرجل متجرد من المبادئ حسب ما جاء في الوثائق البريطانية. أما ابنته منى يونس بحري فتصف والدها بالرجل صاحب المبادئ، وبأنه عمل من أجل أهداف كان يؤمن بها، وهو الرجل الذي قابل معظم رؤساء وملوك العالم وشكل صداقات متينة مع العديد منهم، وسافر حول العالم 4 مرات، ولقب بالأسطورة الحية وبحفيد سندباد وبألقاب عديدة أخرى. إلا أنه اختفى نهائياً بعد هزيمة النازيين وسقوط هتلر في العام 1945، ولم يظهر حتى بداية الخمسينيات عندما زار الأردن ضيفاً على الملك الذي كان يعامله معاملة الصديق أيضاً. إلا أن يونس بحري لم يكن يعترف بصداقات دائمة بل بمصالح دائمة، فتركه وتوجه إلى عدوه جمال عبد الناصر في العام 1956 ليستقبله جمال استقبال الأبطال في القاهرة، وهذا ما أثار ريبة الهاشميين الذين كانوا يحكمون في العراق وفي الأردن، خاصة بعد استضافته من قبل راديو صوت العرب المصري الذي كان يهاجم نور سعيد والملك فيصل الثاني ملك العراق. فقام يونس بحري بشتم نور سعيد والملك والوصي عبد الإله على الهواء مباشرة، لأنهم لم يكونوا يقبلون بالانضواء تحت سياسات النظام المصري الذي كان يقوده ضباط جيش انقلبوا على الملكية. لذلك كانت إذاعة صوت العرب موجهة ضد الحكومة العراقية والملك. إلا أن رد فعل ثعلب السياسة العراقية نور سعيد كان ذكياً، حيث أعلن بالعفو عنه وعن كل أعماله إذا ترك مصر وعاد إلى العراق، وبأن العفو يشمله من قبل ملك الأردن أيضاً. فهرب يونس بحري من القاهرة سراً خوفاً من بطش رجال عبد الناصر إذ هم علموا بنيته، وعاد إلى بغداد وصار من المقربين من الحكومة العراقية. إلا أنه لم يهنأ بهذا التقارب كثيرا، إذ قام عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وضباط آخرون بثورة 14 تموز في العام 1958، وأسقطت الملكية في العراق وألقي القبض على يونس بحري وسجن وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا. إلا أن علاقات الصداقة التي كانت تربطه بالكثير من الرؤساء والملوك حول العالم حالت دون إعدامه، فسجن مدة عام قبل أن يطلق سراحه ويعمل طباخا في مطعم محلي بسيط في بغداد. كان ممنوعا من السفر وتحت مراقبة الشرطة، ولم يكن من الصعب على رجل بخبرته وحنكته في التعامل مع الأزمات من أن يهرب من بغداد ويتوجه إلى بيروت هذه المرة، وانتقل منها إلى بلدان أخرى عديدة، ولم يعد إلى العراق إلا في أواسط السبعينيات. إلا أنه لم يعد ذلك النجم الذي يصادق الجميع، بل تحول إلى شخصية مغمورة ولم يعرف عنه شيء حتى فارق الحياة في العام 1979، حيث توفي فقيرا معدما لم يتكفل أحد حتى بدفنه، حيث قامت البلدية بتحمل نفقات الدفن ليدفن غريبا بعدما كان نجما حيثما حل وفي أي بقعة على الكرة الأرضية.
هذه كانت مختصر قصته الشيقة التي حاول الممثل السوري عابد فهد أن يحولها إلى مسلسل تلفزيوني في العام 2011، إلا أن الأحداث التي مرت بها سوريا صارت عائقاً أمام مشروعه. وأنتم أصدقائي، هل تعتقدون بأن يونس بحري أسطورة عراقية؟ أم أنه كان مجرد مغامر لا يكترث سوى بنزواته؟ شاركونا آراءكم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.